السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نبدأ في حل مراجعة اللغة العربية. أول حاجة هبتدي أراجع عليها في اللغة العربية هي حروف الهجاء. حروف الهجاء مهم جدا إن أنا أعرف اسم كل حرف، ما تلخبطش في اسم الحرف ده، أعرف إزاي بكتبه، أعرف إزاي الاتجاه الصحيح بتاعها. تعالوا نشوف مع بعض. أول حرف هنا عندي حرف الألف، إزاي بكتب حرف الألف على السطر؟ بقف فوق السطر، بكتب عصاية من فوق لتحت، ما بتنزلش من على السطر. الهمزة بعمل أو بكتب نصف دائرة وبرجع شرطة لورا، شرطة مايلة لورا كده. الهمزة ما بتكونش ماسكة في الألف أو لازقة فيها، هي الهمزة دايما بتبقى طايرة. فكده أنا كتبت حرف الألف. بعد حرف الألف هنا عندي حرف الباء. حرف الباء بعمل سنة واقفة على السطر، أول ما تلمس السطر بتمشي تمشي تمشي تمشي، وبرفع سنة لفوق ومنساش نقطة حرف الباء. بعد كده عندي حرف التاء. حرف التاء شبه حرف الباء برضو، سنة واقفة على السطر، أمشي 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 على السطر وارفع سنة تاني لفوق، والتاء عندها كم نقطة؟ برافو، نقطتين. عندي هنا حرف الثاء. ثاء حرف الثاء من الحروف اللثوية، فلازم أطلع طرف لساني وأنا بعمل إيه؟ وأنا بنطق حرف الثاء، برضو شبههم بالظبط، سنة أمشي على السطر وبعد كده أرفع السنة لفوق وثلاث نقاط ثاء. نيجي بعد كده عندي حرف الجيم، بعمله أنا بطريقة سهلة إن أنا بعمل شرطة فوق السطر أرجع بيها لورا، ومن الآخر هنا بعمل نصف دائرة تحت السطر أو بطنه تحت السطر، وكده أكون كتبت حرف الجيم. حرف الحاء وحرف الخاء شبهه بالظبط برضو، شرطة أرجع لورا بطنه تحت السطر، وحرف الحاء ما عندهوش نقطة. حرف الخاء برضو شرطة لورا بطنه تحت السطر، حرف الخاء النقطة بتاعته فوق راسه. برافو عليكم. حرف الخاء أو حرف الحاء أو الجيم، في لو حد بيعرف يكتبه أو بعرف أكتبه بطريقة زي ما هو كده هنا مكتوب عندي، ممكن إن أنا بميل شوية السنة بتاعتها أو الشرطة بتاعتها وبطنها تحت. اللي شايف الأسهل ليه يكتبه، سواء بعملها بالطريقة دي أو بطريقة إن أنا بعمل شرطة برجع بيها لورا فوق السطر وبطنها تحت السطر، يبقى راسها فوق السطر بطنها تحت السطر. أي طريقة عارف تكتبها والأسهل ليك اكتبها. هنا عندي بعد كده حرف الدال. حرف الدال أنا بعمله برضو بطريقة سهلة إن أنا بكتب سنة واقفة على السطر وسنة نايمة على السطر. حرف الدال وأنا بكتبه هو سنته الأولانية هي مايلة شوية وأنا بكتبها، بس في ناس بتميلها قوي كده، لأ كده غلط. أنا عايزاها لإما بالطريقة دي لإما إن أنا أعملها سنة واقفة وسنة نايمة، برضو الطريقة الأسهل بنكتب. عندي هنا بعد حرف الدال حرف الذال. ذال شايفين وأنا بنطق حرف الذال مطلع لساني شوية كده، ها برافو عليك، عشان هي من الحروف اللي إيه اللثوية. يبقى أنا هنا خدت من الحروف اللثوية حرف الثاء وحرف الذال. برافو عليك. حرف الذال وأنا بكتبه شبه حرف الدال بس عنده نقطة. بعد كده عندي حرف الراء. حرف الراء بعمل سنة أول ما تلمس السطر بنزل أزحلق تحت، شبهه بالظبط حرف الزاي، سنة أقف على السطر وأنزل أزحلق ومنساش النقطة بتاعتها. كده أخدنا الحروف وعرفت إزاي بكتبها. طب أنا الحروف دي لما هتخش الكلمة هتفضل بنفس الشكل ده؟ هقولك لأ، الحروف لما هتخش جوه الكلمة هتغير الشكل بتاعها، هيبقى شكلها مختلف شوية. احنا عارفين ان الحروف دي بتحب بعض وبتحب تساعد
أي حرف يجي يقف جنبها. مش أنت لو واحد صاحبك جه ومد إيده عشان يمسكك بتساعده، بتفتح أنت كمان إيدك. الحروف دي برضو بتحاول أو بتحب تفتح إيديها وتساعد اللي بعدها. أنا مش فاهم. طب تعالوا كده نشوف. هنا عندي حرف الباء، مش هنا كتبت سنة وماشي وقفل إيده أو رفع إيده لفوق؟ طب هو لما هيخش جوه الكلمة هعمله سنة وفاتح إيده على السطر عشان إيه؟ عشان يساعد الحرف اللي هيجي بعده. حرف التاء برضو سنة فاتح إيده عشان يساعد الحرف اللي بعده. نفس الكلام مع حرف الثاء، سنة وهيفتح إيده عشان يساعد الحرف اللي بعده. طب أنا هاجي إزاي أكتب حرف الجيم؟ هيفضل ببطنه كده؟ هقول لك لا. حرف الجيم لما هيخش الكلمة هعمل راسه شرطة مايلة، أول ما تلمس السطر يفتح إيده عشان يساعد الحرف اللي هيجي بعده. نفس الكلام مع حرف الحاء وحرف الخاء. طب عندي حرف الدال والذال والراء، وإزاي هيفتحوا إيديهم؟ هقول لك لا. الحروف دي ما بتحبش تساعد حد، فسميناها حروف منفصلة. سميناها حروف منفصلة. يعني ايه حروف منفصلة؟ انا مش فاهم حاجة. حروف منفصلة دي عشان هي مش بتحب تساعد الحرف اللي بعديها، فهي بتنفصل عنه، بتبعد عنه. تعالوا نفتكر مع بعض ايه هي الحروف دي. تعالوا نفتكر كده مع بعض. نقول عندي الألف من الحروف المنفصلة، نصحح مع بعض كده الهمزة، نكتبها تاني نصف دائرة وتحتها شرطة لورا. بعد كده عندي بعد الألف الدال من الحروف المنفصلة، الذال من الحروف برضو المنفصلة، الراء، وعندي ازاي، وعندي اخيرا حرف الواو. هناخده كمان شوية. الست حروف دي اسمهم حروف منفصلة، بتنفصل عن الحرف اللي بعديها. اي حرف هيجي بعديها هيبعد بعيد عنها. هي ما بتحبش تساعد حد وما بتحبش تمسك ايد حد، فسميناها حروف منفصلة. نقول مع بعض ألف دال ذال را زاي واو، ألف دال ذال را زاي واو. نكمل مع بعض بقية الحروف. عندي هنا حرف السين. حرف السين وأنا بكتبه على السطر، التلات سنون اللي أنا شايفهم بتوع حرف السين دوت بكتبهم فوق السطر. بحط القلم فوق السطر كده وبنزل سنة تلمس السطر وتلف وتطلع فوق، أنزل عليها ألمس السطر وألف وأطلع فوق، وآخر سنة دي بتكون بطنها. برافو عليك. وتطلع تلمس السطر تاني. كده كتبنا حرف السين. شبهه بالظبط حرف الشين. سنة تلمس السطر تلف وتطلع فوق، تنزل تلمس السطر تلف وتطلع فوق، وآخر سنة بتكون بطنها. وما ننساش التلات نقاط بتاعتها. بعد كده هيجي عندي حرف الصاد، بكتبه بطريقة سهلة جدا. بقف على السطر بقلب كوبري لورا أو طبق لورا. أول ما بقلبه بمشي 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 وبطلع بره الكوبري. الصاد والضاد بيكون لهم سنة، فبعمل السنة من فوق لتحت وسنتها بتكون هي بطنها. حرف الضاد شبهه بالظبط بس عنده نقطة. بعد حرف الضاد حرف الطاء، برضو سهل قوي. كوبري مقلوب، بطلع بره خالص بره الكوبري، عصايتها من فوق لتحت، محدش يعملها من تحت لفوق، العصاية من فوق لتحت. نفس الكلام مع حرف الظاء، بس حرف الظاء من بكتبه عنده عصاية ونقطة. شايفين أنا بنطق حرف الظاء وأنا برضو مطلع ها جزء من لساني. برافو، يبقى ده برضو من الحروف اللثوية. نقول مع بعض الحروف اللثوية تاني. حرف الثاء، حرف الذال، حرف الظاء. برافو علي. حرف العين لما باجي اكتبه بكتب نصف دائرة صغيرة فوق السطر ونصف كبير تحت السطر. نعمله تاني.
نصف دائرة فوق السطر ونصف دائرة كبيرة تحت السطر. برافو عليك. حرف العين والغين شبه بعض، بس الغين عندها كام نقطة؟ نقطة واحدة. برافو عليك. هاجي بعد هنا، بعد كده عندي حرف الفاء. برافو. حرف الفاء بكتبه ازاي؟ انا بكتبه شرطة فوق السطر واقلب كوبري صغير كده وانزل اقف على السطر، اول ما الاقي السطر امشي 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 امشي، بعد كده ارفع ايده سنة لفوق، سنة صغير او شرطة صغيرة. كده كتبنا الحروف وهي على السطر وهي مجردة مش فاتحة ايديها. طيب الحروف دي لو فتحت ايديها عشان تساعد اصحابها تفتح ايديها ولا مش هترضى؟ نرجع نشوف تاني ايه الحروف المنفصلة اللي مش بتحب اصحابها، اللي مش بترضى تفتح ايديها. احنا لسه قايلينهم الف دال ذال را زاي واو. الحروف اللي تحت دي هي الحروف المنفصلة اللي فوق؟ برافو. لا، هي مش من الحروف المنفصلة، فهت ايه؟ فهتفتح ايديها. هكتب السين، الثلاث سنون بتاعت حرف السين، وهتفتح ايديها. برافو، عشان تساعد الحرف اللي بعدها، هي بتحب الحروف. حرف الصاد كوبري مقلوب، اطلع بره. هنا بقى هعمل لها سنتها وامشي افتح ايديا. الصاد والضاد شبه بعض. حرف الطاء كوبري مقلوب، اطلع بره بره خالص وافتح ايدي عشان اساعد الحرف اللي بعد، عشان انا بحبه. العصايه من فوق لتحت. حرف الضاء شبه. طب هنا عندي حرف العين، هعمل النصف الدائره الصغيره اللي فوق، واول ما الاقي السطر امشي 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 كده عليه. نعمله بطريقه صحيحه تاني، ان انا هعمل ايه؟ هكتب نصف دائره اول ما المس السطر، ها، افتح ايدي عشان اساعد اصحابي. برافو عليك. حرف العين وحرف الغين نفس الكلام، وانا بكتبهم على السطر وهو بيساعد اصحابه. حرف الفاء عندي هو برضو بكتب شرطة قالب الكوبري واقف على السطر وافتح ايدي مستني ان انا اساعد اصحابي. برافو عليكم. يلا نكمل بقية الحروف. هنا هنشوف بقية الحروف عندي من حرف القاف لغاية حرف الياء. حرف القاف وانا بكتبه بعمل الشرطة على السطر وبقلب الكوبري وبنزل اعمل له طبق غويط تحت السطر، ومنساش النقطتين. مين يقول لي بطن حرف القاف كده شبه مين؟ شبه حرف النون. شايفين حرف النون ده؟ بطنه كده شبهها، صح؟ يبقى انا بعمل شرطة، برجع لورا الكوبري وانا نازل بعمل ايه؟ بطنها طبق غويط ويطلع يلمس السطر تاني. عندي بعد كده حرف كاف، افرق ما بين صوت القاف والكاف. قاف كاف. برافو عليك. عندي هنا حرف الكاف، هو سهل جدا في الكتابة بتاعته، ان انا بعمل برضو عصاية. العصاية دايما او الشرطة بعملها من فوق لتحت. عصاية من فوق لتحت، أول ما تلمس السطر هتمشي تمشي 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 وترفع سنة بسيطة. إيه اللي جوه حرف الكاف دوت؟ برافو عليكو. هي مش همزة، هي كاف صغيرة. هي إيه؟ كاف صغيرة، أو كاف في أول الكلمة. هنا عندي حرف اللام، عصاية طويلة من فوق لتحت، بينزل من تحت السطر ويلف رجله ويطلع يلمس السطر تاني. هنا عندي حرف الميم، سهل قوي. بعمل كوبري صغير كده مقلوب، اطلع بره وانزل رجله. برافو عليك. بعد حرف الميم عندي حرف النون. حرف النون بيكون ليه سنة فوق السطر، بعمل طبق غويط تحت السطر وتطلع برضو السنة تاني تلمس السطر. عندي حرف الهنا الهاء بعد حرف النون، بعمل نصف دائرة كده كبيرة، أول ما تلمس السطر أعمل جواها دائرة صغيرة وأمشي أمشي 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 كده. يبقى كده كتبت حرف الهاء بطريقة سهلة. لما هنقعد نكتب كل الحروف دي أكتر من مرة هناخد على الكتابة بتاعتها وهتبقى سهلة جدا.
هنا عندي حرف الواو، حرف الواو بعمل شرطة، امشي لقدام، اقلب الكوبري لورا وانزل الزحلق زي حرف الايه؟ الراء. برافو عليكم. هنا عندي حرف الياء، بعمل نصف دائرة بتلمس السطر وانزل تحت اعمل لها ايه؟ بطنها طبق كده غويط من تحت وتطلع تلمس السطر تاني. هنا عندي الحروف دي، من فاكر هي من الحروف المنفصلة ولا من الحروف اللي بتحب تفتح ايديها وبتحب تساعد اصحابها؟ برافو عليك. الحروف دي كلها بتحب تساعد اصحابها ما عدا حرف الايه؟ حرف الواو اللي هو من الحروف المنفصلة. نبص هنا حرف القاف، لما اجي اكتبه وهو بيساعد اصحابه هكتب هنا شرطة واقلب الكوبري وقف، اول ما الاقي السطر بتاعي اروح فاتح ايديا عشان اساعد اصحابي. طب هنا حرف الكاف بعمله ازاي؟ طريقة سهلة قوي، ان انا برضو بعمل عصاية من فوق لتحت، اول ما الاقي السطر امشي عليه واعمل له هنا شرطة او كاب صغيرة كده. كده انا كتبت حرف الكاف بطريقة سهلة واعرف اكتبها. طب حرف اللام، عصاية طويلة من فوق لتحت ويفتح ايديه ويفتح ايديه. واحد هنا هيقول لي يا ميس انا كده هتلخبط ما بين الالف وما بين اللام. هقول لك سؤال حلو، ان حرف الالف من الحروف المنفصلة ولا في الحروف اللي بتفتح ايديها؟ هتقول لي لا، هي ديت من الحروف الوحشة لما بتحبش تساعد اصحابها. هقول لك برافو عليك، انا هنا عندي حرف الالف لما باجي اكتبه هو مش بيفتح ايده ويساعد اصحابه. طب انا هنا حرف اللام ده فتح ايده، يبقى كده في فرق ما بين الالف وما بين اللام وانا باجي افتح ايد الحرف عشان يساعد الحرف اللي بعد. حرف اللام بيحب الحروف وهيساعدها، لكن حرف الالف مش هيساعد الحروف، فكده هعرف افرق ما بين الالف وما بين اللام جوه الكلمة. برافو عليك. هنا عندي حرف الميم، حرف الميم عندي لإما بعمل نصف دائرة بص على السطر أو من تحت السطر كده، وأول ما ألاقي السطر بمشي، لإما بعملها نصف دائرة فوق السطر وأقفلها كملها وأروح ماشي ونازل. أي طريقة سهلة عليك اكتبها، الاتنين صح. عندي حرف النون بعمله إزاي؟ سنة وفاتح ايده عشان هو من الحروف اللي بتحب اصحابها وهتفتح ايديها. حد برضو هيقول لي انا كده هتلخبط ما بين حرف النون وحرف الذال. هقول لك لا، احنا كده برضو مش هنتلخبط. تعالى بص معايا، حرف النون من الحروف اللي بتحب اصحابها ولا من الحروف المنفصلة؟ هتقول لي لا، من الحروف اللي بتحب اصحابها. يبقى كده هنلاقي حرف النون في الكلمة فاتح ايده وبيحد ماسكه وبيساعده. طب حرف الذال، حرف الذال عندي لو هو جه عندي في الكلمة هلاقي الحرف اللي بعده هو منفصل عنه، هو بعيد عنه، فكده هعرف أفرق ما بين الذال وما بين النون. النون لو أنا جه عندي حرف النون هلاقي الحرف اللي بعده هو مسك فيه، هو ساعده، يبقى كده اقدر افرق ما بين حرف الذال وحرف النون. هما شبه بعض، بس الذال مش بتفتح ايديها وتساعد اصحابها، حرف النون بيساعد اصحابه وهيمسكه. حرف الهاء هو نفس الشكل، هكتبه نصف دائرة كبيرة جواها دائرة صغيرة وفاتح ايده عشان يساعد اصحابه. حرف النون برافو عليكم مش هيفتح ايده عشان هو من الحروف المنفصلة، مش هيفتح ايده، لكن ممكن يجي لو انا عندي حرف مثلا حرف السين وفتح ايديه وجي بعدي حرف الواو، السين هي اللي هتجري وتمسك فيه، لكن الواو هيعمل ايه؟ مش هيمسك الحرف اللي بعده، مش هيمسك في الحرف اللي بعده عشان هو من الحروف، برافو، الحروف المنفصلة. حرف الياء سهل قوي، هنلاقيه شبه الباء والتاء والثاء، سنة وفتحة ايديها قوي عشان تساعد اصحابها، والنقطتين بتاعت حرف الياء تحت السطر، تحت الايه؟ تحت السطر.
وكده نكون رجعنا على الحروف، اتأكدنا كل حرف اسمه ايه، ازاي بكتبه منفصل، ازاي بكتبه سوري مجرد من غير اي حاجة، ازاي بكتبه وهو فاتح ايديه. عرفت ان في حروف مش بتفتح ايديها وبتساعد اصحابها، وسميناها الحروف المنفصلة اللي هي ألف دال ذال را زاي واو. نبص هنا بعد كده، عندي هنا بيقول لي اكتب الكلمة المناسبة للصورة. اكتب الكلمة المناسبة للصورة. هنا عندي كلمة جمل، ج م ل، أقرأ بالراحة هعرف أكتب بسهولة. قبل ما نيجي نكتب نفتكر مع بعض إن أنا كان عندي حركات قصيرة اسمها الفتحة والكسرة والضم. الحركات دي بتغير صوت الحرف. الفتحة بتخليني أفتح بقي وأنا بقرأ الحرف، الكسرة بتخليني أكسر بقي بالحرف، الضمة بتخليني أضم بقي بالحرف، ودي اسمها حركات قصيرة، يعني وأنا بنطق الحروف بنطقها صوت قصير. وعندي حاجة اسمها المدود. المدود دي هي بتطول الصوت القصير، بتطول الصوت القصير. الحرف وهو عليه حركة فتحة أو كسرة والضمة بيبقى اسمه صوت قصير. طب أنا جه بعد الحروف اللي عليها حركات دي مد، فأنا همد في الصوت، مش هخليه بقى قصير هخليه طويل، همد في الصوت. والمدود دي عندي الألف وعندي الياء وعندي برافو الواو، دي المدود اللي بتطول صوت الحرف. تعالوا نبص هنا مع بعض ازاي هكتب حرف او سوري او كلمة جمل. جمل ج ج، ده حرف الايه؟ حرف الجيم. طب انا هنا فتحت بقي ولا كسرت بقي ولا ضميت بقي؟ انا بقول ج، قول كده معايا ج، هتلاقي بقك او فكك فتح شوية لفوق، فكده يبقى عليه فتحة جاية من اسمها فتحت بقي، ف سوري ج ج، فهنا فاتح بقي فهنا اسمها فتحة. يبقى أنا هنا هكتب جيم فتحة ايديها برافو وعليها فتحة ج. حرف اللي بعديها ج ما ما، برضو كتبت هنا حرف الميم فتحت بقي وأنا بنطقه فتبقى برافو عليها برضو فتحة. يبقى هنا عندي ج ما ل. اللام اتفقنا ان هي من فوق لتحت وهتنزل تلمس او تمسك حرف الميم وتلف رجليها وتطلع تلمس السطر تاني، فكده كتبت كلمة جمل. جمل برافو عليكم. عندي هنا الصورة اللي بعديها صورة نمر. نمر نا، ده صوت حرف النون، فتحت بقي ولا كسرته ولا ضميته؟ برافو فتحت بقي، فانا هنا هكتب حرف النون زي ما اتعودنا داخل الكلمة سنة وفتحة ايديها عشان هتساعد الحرف اللي بعديها، فتحت بقي فتبقى عليها فتحة. نا مي مي مي، ده صوت حرف الميم بس انا هنا كسرت بقي وانا ايه بقوله مي، فهنا تبقى عليها كسرة. كسرت بقي يبقى كسرة، فتحت بقي تبقى فتحة، ضميت بقي تبقى ضمة. نا نا مي ر ر ر، برافو عليكم. صوت حرف الراء، الراء هتمسك الميم وتنزل تزحلق. كده كتبت كلمة نمر. الكلمة اللي بعديها برافو برج. بو بو، ده حرف الباء. ايه ده ضميت بقي وانا بقرأها، فهنا تبقى عليها برافو، ضميت بقي تبقى ضمة. بو بر بر، أنا نطقت حرفين مع بعضيهم، إيه ده؟ يبقى كده عندي الحرف اللي بعد الباء عليه إيه؟ عليه سكون. إيه اللي عرفني إن هو عليه سكون؟ عشان نطقت الحرفين دولت مع بعض. بر، حرف الحرف الساكن أو الحرف اللي عليه سكون إحنا تعودنا إن هو مش عنده صوت، ضعيف، ما بيعرفش يطلع صوت، واتفقنا إن لازم الحرف اللي قبله أو الحركة اللي قبله
هي هتساعده ان هو يطلع صوت بسيط ونعرف نسمع صوته، فلازم اقراه مع الحرف اللي قبله. فبقول بو، اجي اقرا الراء مش عارف اطلع صوت، فلازم اقراها مع الحرف اللي قبلها. بر بر، وبقف عندها بر، اكني زقتها كده شويه. بر ج ج ج، حرف الجيم زي ما اتفقنا، شرطة فوق السطر وبطنها تحت السطر. برافو عليك، كده كتبنا كلمة برج. الكلمة اللي بعديها كلمة تين. تين، تي تي، ايه ده حرف التاء وانا كاسر بقي، تبقى ايه ده؟ تبقى كسرة. برافو عليكم، تبقى كسرة، شرطة مايلة تحت السطر، تحت الحرف سوري. هنا ايه الحرف اللي انا نطقته بعد حرف التاء؟ تي. ايه ده، انتي ما نطقتيش حرف يا ميس، انتي قعدتي تمدي في صوت الحرف. برافو عليكو. يبقى هنا جه بعديها مد. ايه المد اللي بيجي بعد الكسرة؟ تعالوا نشوف هنا مع بعضينا. احنا اخدنا هنا كده فوق ان انا عندي مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو. نفتكر مع بعض، مد بالالف بيحب حروف الفتحة، مد بالياء بيحب حروف الكسرة، مد بالواو بيحب حروف الضمة. يبقى لازم عشان أكتب مد بالألف أتأكد إن الحرف اللي قبله مفتوح، أكتب مد بالياء لازم أتأكد إن الحرف اللي قبله مكسور يعني عليه كسرة، مد بالواو لازم أتأكد إن قبليه الحرف مضموم يعني عليه ضمة. طب هنا عندي الحرف ده هو مكسور ولا مضموم ولا مفتوح؟ برافو، هو مكسور. ايه المد اللي بيحب حروف الكسر؟ برافو عليك، مد بالياء. فانا هعمل هنا، هكتب هنا سنه، امسك التاء وامشي امشي 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 واكتب النقطتين بتاعت مد بالياء. عندي هنا كتبت تي ن ن ن ن، تبقى هنا حرف الايه؟ برافو، حرف النون. هنا حرف الايه؟ برافو، حرف النون. هنا عندي، يبقى انا كتبت هنا كده تاني تاء كسرة تي، مديت الصوت قوي تي، يبقى هنا عندي ايه؟ مد بالياء. برافو، تي ن تي ن، وقفت عند صوت حرف النون، يبقى كده هكتب حرف النون. حد يقول لي ليه يا ميس هنا عندي في حرف اللام وحرف الراء وحرف الحاء الجيم وحرف النون ليه مش فاتحين ايديهم؟ مش احنا تعودنا ان الحروف دي هتفتح ايديها وهي بتساعد اصحابها؟ هقول لك برافو عليك. هنا نبص كده عند كلمة جمل، هنا اللام هنا في حرف بعديها تساعده؟ لا، طب هي تفضل فاتحة ايديها كده، انت وانت ماشي وماسك صاحبك وانت ماشي، بتمسك ايديه وماشي معاه. طب لو ما لقيتش صاحبك جنب منك هتفضل فاتح ايدك كده وماشي؟ لا، هنقعد نضحك عليك صح؟ برضو الحروف ما بتحبش حد يضحك عليه. اخر حرف انا بكتبه وبيرجع زي ما كان مش فاتح ايده، اول ما هيلاقي حرف بعدي هيفتح، لكن ما فيش حرف بعده وهو اخر حرف هيفضل زي ما كان. وكده نكون خلصنا الحروف، عرفنا ازاي بكتبها على السطر، عرفت ازاي وهي فاتحة ايديها، وكتبت كلمات بحركات بمدود، كتبتها حلو على السطر، كتبتها بطريقة صحيحة، نطقت الكلمة بالراحة عشان اعرف اكتب صح. نكمل مع بعض. هنا بيقول لي اكتب الحرف من الحروف التالية ثم لون. عندي مجموعة من الحروف وعندي مجموعة من الصور، كل صورة بتبتدي بحرف معين، لازم أعرف الصورة دي اسمها إيه، بتبتدي بحرف إيه، عشان أعرف أحط الحرف المناسب ليها. أول حرف هنا عندي حرف الألف فتحة، واتفقنا لما يكون عندي فتحة على الحرف بفتح بقي وأنا بنطق الحرف، فهقول ألف فتحة آ. مين يقول لي فين الصورة اللي بتبتدي بألف فتحة؟ ممتاز، أرنب. أرنب، فاحنا هنا هنحط الألف فتحة عند صورة الأرنب. عندي تاني حرف
الجيم، جيم فتحة، برافو، هفتح بقي فهقول جا جا. ايه الصورة اللي بتبتدي بحرف الجيم فتحة؟ جا جا، برافو، جزر جزر، جا جزر، برافو. هحط حرف الجيم فتحة عند الجزر. تاني حرف عندي هنا حرف الباء فتحة، باء فتحة، باء، خلاص أنا اتعودت في فتحة بفتح بقي باء. مين يقول لي الحرف أو الصورة اللي بتبتدي بحرف الباء فتحة؟ برافو، عندي صورتين هنا بيبتدوا بالباء فتحة، باء بقرة وباء بطة، باء فتحة باء. نحطها عند أول صورة، باء فتحة باء بقرة. الحرف اللي بعديها حرف الخاء، خاء فتحة، هفتح بقي خاء. ايه الصورة؟ برافو، سمع حد بيقول خاء، خروف، هروح أحط حرف الخاء فتحة عند صورة خروف. حرف اللي بعديها دال وعليها كسرة، برافو، دي، هلاقي بقي كده بيتكسر شوية وأنا بنطق الصوت عشان هي عليها كسرة، نبهني إن أنا أكسر بقي وأنا بنطق الحرف، دي، برافو، سمع حد بيقول ديك. حرف اللي بعديها سين ضمة، ضمة يعني إيه؟ برافو، أضم بقي، سو. هنا إيه في الصورة؟ هنا بيشاور على حاجة بحرف سو، برافو، سو، سور، هنا بيشاور لي على السور. آخر حرف عندي هو حرف الباء فتحة، باء، برافو، سمع حد بيشاور على باء بطة، ممتاز. نبص مع بعض، هنا بيقولي اكتب الكلمة المناسبة للصورة. أنا هنا عندي صورة والصورة دي ليها كلمة. أول حاجة أنطق الكلمة بالراحة عشان أعرف الحروف اللي أنا بأخرجها من بقي وأعرف أكتبها كويس. هنا عندي أول صورة، صورة باب، صورة باب. هنطق بالراحة كلمة باب باب، فعندي كلمة باب بتبتدي بحرف، برافو، الباء. طب أنا هنا عايزة أعرف هي الباء دي هي عليها فتحة أو كسر أو ضمة؟ اتفقنا مع بعض لو هي عليها فتحة هفتح بقي بالحرف، لو عليها كسرة هكسر بقي بالحرف، لو عليها ضمة هضم بقي بالحرف. فهنا بقول باء باء، ايه ده؟ انا لقيت بقي مفتوح وانا بنطق الحرف الباء، يبقى كده باء وعليها، مين يقول لي؟ برافو، باء فتحة. نكمل مع بعض، باء، انا ما نطقتش حرف بعد الباء، انا عملت ايه؟ انا طولت في صوت حرف الباء فتحة، طولت فيه، مديته، ايه ده؟ يبقى انا هنا عندي ايه؟ مين يقول لي؟ برافو، عندي بعد الباء مد. طب انا هنا عندي ان المد انا عارفه ان هو 3 حروف، عندي الالف وعندي الياء وعندي الواو. طب انا هنا هكتب المد بالالف ولا الياء ولا الواو؟ اتفقنا مع بعض ان كل مد من الثلاثة اللي قدامي دول بيحب حركة قبليه، هي اللي هتعرفني أنا هكتب أنهي مد. مد بالألف لازم يجي قبله حرف يكون مفتوح عليه فتحة، مد بالياء لازم الحرف اللي قبليه يكون مكسور عليه كسرة، مد بالواو لازم يكون الحرف اللي قبله مضموم عليه ضمة. ده اللي هيخليني أعرف إيه المد اللي جاي بعد الحرف. طب تعالوا هنا نشوف مع بعض، الباء هنا عندي عليها فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ برافو، عليها فتحة، فهنا المد اللي هيجي بعديها ايه؟ برافو،
مد بالألف، ب ب ب ب ب آخر حرف وقفت عنده في كلمة باب. برافو، باء. لو نلاحظ هنا إن الباء وأنا بكتبها هي ما مسكتش في الألف، نفتكر مع بعض ليه؟ عشان الألف من الحروف المنفصلة، ما بتحبش حد يجي يمسك فيها. برافو عليك. ليه هنا يا نيس أنا كتبت الباء وهي مش فاتحة إيديها؟ مش هي بتحب تساعد أصحابها؟ هقول لك نفتكر مع بعض إن آخر حرف مفيش حرف بعده يساعده، فبيرجع زي ما كان. نبص على الصورة اللي بعديها، صورة أذن. أذن، بقرأ بالراحة عشان أعرف كل حرف وأكتبه صح. أو أو يعني إيه؟ أو يعني ألف وأنا ضاممها يعني عليها ضمة. برافو. أو ذو 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 حرف الذال، أنا ضميت بقي ولا فتحته ولا كسرته؟ ذو أو أنا ضميته يبقى الذال عليها. برافو، ضمة. الذال برضو ما مسكتش حرف الألف عشان الألف من الحروف المنفصلة، بعدت بعيد عنها وقالت لها بعدي بعيد عني فما مسكتش فيها. الذال برضو، ايه ده؟ ده برضو من الحروف المنفصلة، هتمسك الحرف اللي بعديها او هتفتح ايديها؟ لا. برافو عليك. الحرف اللي بعديها اوذو ن ن حرف النون، يبقى النون هيبعد عن الذال وهكتب حرف النون. برضو حرف النون هو آخر حرف فمش هيفتح إيده عشان مفيش حد جنبه يساعده، فكده أنا كتبت كلمة أذن. أذن، برافو عليكم. الكلمة اللي بعديها عندي كلمة تف فاح. تف فاح، تو تو، ده حرف التاء وأنا ضامن بقي يبقى تاء ضمة. تو تف تف، أنا كده نطقت حرف الفاء وأنا واقف عنده يعني عليه سكون. بعد كده قلت التف وفاء. تف فاء، إيه ده؟ أنا قرأت الفاء مرتين. مين يقول لي معنى إن أنا قرأت الفاء مرتين تبقى الفاء عليها؟ برافو، تبقى الفاء عليها شدة. ولما يكون الفاء عليها شدة معنى كده ان انا بنطقها كام مرة؟ برافو عليكم، مرتين. مرة وهي عليها سكون ساكنة، ومرة وهي عليها حركة، عشان احنا عارفين الشدة يعني حرفين الاول ساكن والتاني متحرك. يعني ايه متحرك يا ميس؟ يعني عليه حركة. طب وايه الحركات يا ميس؟ هي الحركات الفتحة والكسرة والضمة. هنا وانا بنطق كلمة تفاح نطقتها تف، فعلا وقفت عند الفاء الأولانية سكنتها، وفا فا فتحت بقي تبقى الفاء التانية عليها فتحة. يبقى أنا هنا لما هاجي أكتب حرف الفاء هكتبه وهو عليه شدة وفتحة عشان الشدة عبارة عن حرفين. برافو عليكم. يبقى أنا هنا قلت تف وفا، إيه ده؟ ده أنا مديت في الفاء التانية والفاء التانية عليها فتحة، يبقى إيه المد اللي مده؟ برافو، مد بالألف عشان مد بالألف بيحب حروف الفتح. تفاح، حرف الحاء. هنا المد أو الألف ده في حد بيمسك فيه؟ لا، هو ما بيحبش يساعد أصحاب. الحرف اللي بعده هيقول له ابعد بعيد عني، فهروح كاتب حرف الحاء بعيد عن الألف، وبرضه كتبت حرف الحاء مش فاتح إيده عشان مفيش حد بعده. يبقى أنا كده كتبت كلمة باب، أذن، تفاح، عرفت المد وعرفت الشدة، عرفت إن أنا لما يكون الحرف عليه شدة بنطقه مرتين، ولو نطقت الحرف مرتين مش معنى كده إن أنا بكتبه مرتين، لأ، إن أنا نطقته مرتين إن أنا أحط عليه شدة. برافو عليك. نبص في اللي بعديها، في السؤال اللي بعديها بيقول لي صل الصورة بالكلمة الصحيحة. هنا عندي ثلاث صور وثلاث كلمات. أول حاجة أفكر فيها وأنا بوصل صورة بالكلمة أشوف الكلمة دي عندي بتبتدي بحرف إيه، فده هيساعدني إن أنا أكتب أو أوصل الصورة بالكلمة المناسبة بتاعتي.
هنا عندي كلمة، أول صورة عندي كلمة إبريق، إبريق، إب يعني ألف وباء، ري، نطقت حرف الراء ومدته يعني بعديه مد بالياء، ق ق ق، قاف. فين الكلمة هنا اللي عندي فيها إبريق؟ ألف باء راء مد ياء قاف، برافو. يبقى هنوصلها بالكلمة المناسبة بتاعتها. تاني صورة عندي هنا صورة تم ساح، تم ساح، نطقت حرفين مع بعض يعني في حرف التاني عليه سكون، فبقول تم تم يعني تاء وبعديها ميم، سا، نطقت حرف السين وانا فاتح بقي ومديته شوية، سا، ح ح ح، وقفت عند حرف الحاء. فين الكلمة اللي انا لسه ناطقها هنا؟ برافو عليك، كلمة تمساح. ونوصل الصورة. عندي آخر صورة، صورة أسد، آ س د، آ س د، أسد، ألف فتحة آ، سين فتحة س، هقف عند الدال في الآخر د، تبقى كلمة أسد، برافو. هوصل صورة أسد بكلمة أسد. نبص مع بعض في السؤال ده، بيقول لي اكتب الحرف الأول للكلمة حسب الحركة. هنا عندي أول صورة، صورة دجاجة، دجاجة، كلمة دجاجة إيه الصوت اللي أنا بطلعه من بقي أو صوت الحرف؟ د د، دجاجة، برافو، صوت حرف الدال. طب أنا صوت حرف الدال ده وأنا بنطقه صوته بفتح بقي ولا بكسر بقي ولا بضم بقي؟ د د، دجاجة، برافو عليكم. أنا بفتح بقي فهتكون أول حرف هنا عندي في الكلمة دي دال فتحة. تاني صورة عندي هنا صورة أرنب، أرنب، آ آ، برضو فتحت بقي بالحرف آ، أرنب، برافو عليك، يبقى ألف وعليها فتحة. آخر صورة عندي هنا صورة دب، دو، دب، دو، نطقت حرف الدال وانا ضامن بقي فالدال هتكون عليها ممتاز ضمه. يبقى انا كده كتبت اول حرف لكل كلمه وكتبت الحركه المناسبه بتاعتها على حسب ما انا نطقت الحرف. هشوف انا نطقت الحرف وانا فاتح بقي ولا كاسر بقي ولا ضامن بقي، وده هيحدد لي ايه الحركه اللي انا هحطها على الحرف. عندي هنا بقى سؤال سهل وبسيط، بيقول لي صل الصورة بالظل ثم بالكلمة. أنا عندي صورة، هشوف إيه الظل بتاعها المناسب شبهه بالظبط، وبعد كده هوصله بالكلمة المناسبة بتاعته. أول صورة عندي هنا صورة رأس، رأس، هوصلها بالظل بتاعها شبهها بالظبط. طب أنا عايزة أعرف كلمة رأس، فين كلمة را؟ را يعني راء فتحة، را ألف، برافو عليك، سين، يبقى كلمة رأس مكونة من راء وألف وسين. تعالوا نبص هنا فينها، برافو، يبقى هنوصلها لكلمة رأس. تاني صورة عندي كلمة أو صورة فراشة، فراشة، سهلة أو الظل بتاعها، برافو، يبقى هوصلها بالظل بتاعها. وبعد كده هدور على الكلمة بتاعتها، فراشة، ف يعني فاء فتحة، را مديت فيها قوي يبقى را، وبعد كده جه بعديها مد بالألف، شه شه شه، شين تاء مربوطة، شه، برافو عليك، فراشة. فين الحروف دي؟ تعالوا نوصلها بسرعة بيها، برافو. تالت صورة عندي هي صورة سمكة، طبعا كلنا بنشاور على الظل بتاعها، برافو، تحت خالص اهو. طيب كلمة سمكة مكونة من حروف ايه؟ سا ما ك، سا يعني سين، نا ميم كه كه كه، كف
لا مربوطة. برافو، فين كلمة بقى سمكة؟ برافو، نوصلها. اللي بعديها صورة ريشة، 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 طبعا الظل بتاعها كلنا شايفينه. برافو. انا نطقت ايه بقى؟ حرف الراء ومديته شوية. ري شه شه شه، شين طق مربوطة، شه. برافو عليك. فين بقى كلمة ري شه؟ برافو، كلنا هنوصلها. اخر حاجة عندي، ها، برافو، صورة ساعة، الظل بتاعها سهل اوي، هنوصلها. انا نطقت هنا حرف السين ومديته، يبقى سين مد الف. ساعة، عين تاء مربوطة، تبقى عندي سين مد بالالف وعين تاء مربوطة، سهلة قوي، فهنوصلها صورة ساعة، ها، بكلمة ساعة. برافو عليك. هنا بيقول لي صل الصورة بالكلمة ثم حلل. عندي هنا مجموعة صور هوصلها بالكلمة المناسبة بتاعتها، وبعد كده هبتدي أحلل قدام منها على طول. يعني إيه تحليل؟ إن أنا هشوف الكلمة وهشوف هي بتتكون من مجموعة من الحروف، هبتدي أحط كل حرف لوحده في مربع لوحده. أول صورة عندي هنا صورة حوت، حوت، كلمة حوت بتبتدي بحرف الحاء. طب أنا قلت حوت، حو، أنا طولت في صوت حرف الحاء، فكده بعديها في مد. طب هي حاء ضم، عشان ضميت بقي قلت حو، حو، حو. مين اللي بيحب من المدود؟ ها، حروف الضم. برافو عليك. مد بالواو، فأنا عندي هنا حوت، حاء ضمة، مد بالواو، حو، ت، 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 أخره ت. يبقى أنا هنا هدور على الكلمة اللي أولها حو، حاء ضمة، مد بالواو، ت، ت. برافو عليكم، كلكم بتشاوروا عليها. برافو. يبقى أنا كده وصلت صورة حوت بكلمة حوت. هنحلل. أنا عندي قدام منها مربعات، هدخل كل حرف في مربع لوحده زي ما كان قبل ما يفتح ايده ويساعد اصحابه. كلمة حوت مكونة من اول حرف ايه؟ برافو عليك، الحاء، وبعد كده مد بالواو، وبعد كده تاء. كلمة تانية او الصورة التانية صورة نحلة، نحلة، نحلة بتبتدي بحرف النون، نح ح، وبعد كده حاء، له، له، لام، تاء مربوط. شايفك وانتوا بتشاوروا على كلمة نحلة. برافو. يبقى انا هوصل صورة نحلة بكلمة نحلة، هحللها قدامها، هودي كل حرف في مربع لوحده. اول حرف عندي في كلمة نحلة حرف، برافو، النون، واللي بعده حاء، واللي بعده، برافو، لام، واخر حرف عندي تاء مربوطه. تاء المربوطه لما برجعها في التحليل برجعها دائره وعندها كم نقطه؟ نقطتين. برافو. الصوره اللي بعديها صوره فأر، فا ر، فا، فا فتحه، الف وعليها سكون عشان انا نطقت فا، فا، نطقت الحرفين مع بعض، ر، ر، را، كلنا شفناها فا. برافو. هحللها قدام منها، أول حرف عندي فاء، ألف، راء. برافو. الصورة اللي بعديها صورة أذن، احنا لسه واخدينها من شوية، أذن، أوذن، أوذن. برافو. هحللها قدام منها ألف، ذال، نون. ممتاز. آخر صورة عندي صورة تاج، نطقت التاء ومديت بقي، فبعديها جه مد بالألف،
ت ج ج ج جيم. برافو، يبقى أنا كده وصلت صورة تاج بكلمة تاج. هحللها قدام منها، أول حرف تاء مد بالألف. مد بالألف لما باجي أحلله ما بحطش عليه همزة عشان هو شكله مختلف عن الألف. هنا هو جه هنا في الكلمة هنا عليه همزة، لأ هيرجع برضو زي ما هو مد بالألف. آخر حرف عندي حرف الجيم. ممتاز، وكده يبقى خلصنا مراجعة النهاردة، وأشوفكم بألف خير.